يا صاحب الفضل والجود والكرم المزيد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله على الإسلام، والحمد لله على الإيمان، والحمد لله على الصيام، والحمد لله على الذكر وقراءة القرآن. إن ذلك كله وأكثر من ذلك بكثير لمن نعم الله رب العالمين على أهل الإيمان. إن الله جل جلاله أنعم علينا بنعم كثيرة وعظيمة، فقال جل ذكره: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل جلاله: وآتاكم من كل ما سألتموه. فله الحمد أولا وآخرا. ومن أعظم نعم الله رب العالمين على أهل الإيمان أن الله رب العالمين امتن عليهم بهذا الشهر العظيم. ومن تمام نعمة الله عليك أيها العبد أن الله أتقاك لتدرك هذا الشهر المبارك، فله الحمد والمنة أن يسر لنا ومد في أعمالنا لندرك هذه الأيام المباركة التي فيها من العفو والصفح والعشق من النيران وكثير الرحمات والقربات، وفيها من الخير العظيم الذي يشمل عباد الله المؤمنين. هذا الشهر المبارك كان معنا أقوام قبل رمضان قطع عليهم الطريق الموت، فحال الله رب العالمين بينهم وبين هذا الشهر المبارك، فهم الآن في جنبات القبور، وأنت في هذه الحياة منعما في صنوف اللذات وبين إخوانك وكلابك في هذه الشعائر العظيمة والمظاهر الروحانية الكبيرة، مظاهر شهر رمضان من قرآن وقيام وصيام وصدقات وذكر واستغفار وعمارة للمساجد. فيا لها من سعادة ويا لها من فرحة، فيا لله كم من عبد دخل إلى هذا الشهر المبارك تشد المئزر ولهج لسانه بالقرآن وانعقد قلبه على العمل لله رب العالمين، فقام الليل وصام النهار وأكثر من القرآن والذكر والاستغفار
بيان الله كم من عبد انتهى يومه صار نهاره وقام ليله احتسب عمله لله جل جلاله فقبض في اخر الليل من العتقاء الى النار ان لله في هذا الشهر في كل ليله عتقاء من النيران فيا لله كم من عبد اجتمع في قلبه من الغرور والغموم فما انسى الليل وتغفت عيونه بالدموع الا وفقد الله رب العالمين عنه فاسعد قلبه وفقد همه ويسر امره ورزقه من حيث لا يحتسب كم من امراه يتيمه وكم من امراه ارمله وكم من طفل يتيم اغلق عليه الباب فيسر الله رب العالمين له الارزاق فجاءه يسر من حيث لا يدري ولا يحتسب فكم لله في هذا الشهر المبارك من نفحات ومن كرم الله رب العالمين انعم علينا معاشر المسلمين يا من ادركتم رمضان انتم في سباق انتم في تنافس انتم في مضمار في المسابقة والمسارعة والتنافس الى الله جل جلاله هذا التنافس المحمود الذي دعانا اليه رب العالمين حثنا عليه في القران بقوله سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين انتم في سباق الى الله تعالى دعاكم ربكم جل وعلا اليه بقوله فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا نحن في هذا الشهر المبارك انتصر فيه المضمار وما انت ايها العبد تقطع نصف المسافه في هذا المضمار تتابع في هذا السباق تسارع فيه اللحظات تسارع فيه الليل والنهار تسارع فيه الايام يمر نهار ثم ياتي ليله ثم يمر نهار ثم ياتي ليله ثم ينتهي السباق فماذا انت ايها العبد فاعل في هذا السباق انت لا في نصف النهار فانظر الى نفسك اين موقعك في هذا السباق هل انت متاكد ام انت متقدم مع المتقدمين أن أنت خرجت مارا إلى السباق من الناس من لم يدخل السباق حقاً جاء رمضان انتصف المضمار قام الناس مسرعين للتنافس وهو لم يصلي ولم يصوم ولم يعرف معروفا ولم يدرك الدرع يروح في خارج المضمار ومن الناس من دخل الى المضمار في اول السباق فقام في اول رمضان وقام في اول رمضان وبدل في اول رمضان لكنه اصابه الفتور لكنه تقلب عن الصلاه احيانا لكنه ترك ربه من القران احيانا لكنه قلت نبوته احيانا لكنه اضيع الاوقات احيانا فاذا هو في اخر السباق ومن الناس من دخل الى رمضان فاجتهد في الصيام حافظ على صيامه حافظ على انطلاقه حافظ على مستواه فلم يتخلى السباق معصيه وذنب لم يتخلى السباق طلع للاوقات لم يتخلى السباق عجب بالنفس والرياء لم يتخلى السباق كسل وتهاون بل هو ما شاء الله مسرع
والشراب والشهوات، مقبل في النهار على الذكر والاستغفار والنوافل والطاعات، وبالليل قائم بين يديه الجلال والإكرام، ما بين ذات وشاكر وذاك ومتأوه وقارئ وساجد، فهو يتقلب في انسلاقه بين ذكر وقراءة للقرآن وصدقات وبر وإحسان وصلة الأرحام وصنوف من أعمال البر والخير يدفع إليها دفعا لأنه صدق مع الله، لأنه صدق مع الله توفقه الله وأعانه. إن العبد ليوفق العبادة والطاعة، إن العبد ليوفق للعبادة والطاعة، إن العبد ليعان على العبادة والطاعة. فأين أنت أخي الكريم وأنت في منتصف الاستمرار وأنت في منتصف المضمار؟ أين موقعك منه؟ هل أنت في المقدمة؟ أم أنت في الوسط؟ أم أنت في النهاية؟ هل أصابك التعب والملل والكسل؟ إن كنت ممن أصابهم الملل والكسل فاعلم أن ما وضع هذا المضمار، ما وضع هذا السباق جنة عرضها السماوات والأرض، ما وضعنا للسباق في هذا الشهر المبارك غفر له ما تقدم من ذنبه، ما وضع التنفس في هذا الشهر المبارك عتق من النار، ما وضع هذا التنافس المبارك يرفع العبد الدرجات، ما وضع هذا التنافس المبارك يشبع فيه الصيام والقيام. فإن علمت أخي المبارك عظم المقصود والمطلوب دفع عنك الكسل والتهاون، إن علمت عظم ما تريد جنة عرضها السماوات والأرض مغفرة تامة تامة تكفي السيئات، ارفع في الدرجات من النيران، كفر في الحسنات، محو في السيئات. إن علمت عظم المقصد دفع عنك الهم، ودفع عنك الكرب، ودفع عنك الكسل، وتعان عليه إن صدقت مع الله. هذا التنافس الذي دعانا إليه ربنا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إليه، تنافس المحبوب، ليس تنافس من أجل دنيا، ليس تنافس من أجل منصب، ليس تنافس وصراع من أجل بقاء، ليس تنافس من أجل الظهور، ليس تنافس من أجل الرياء والسمعة، ليس تنافس لأكون أنا المصلي وأنا العابد وأنا المتصدق وأنا المنفق وأنا المسارع للخيرات وأنا أبدا، إنما هذا التنافس من أجل أمر عظيم ألا وهو أن تكون في أول السباق وأن تكون في الأوائل يوم القيامة إن أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البشر. إن عالية غاية عظيمة لا يرضى المؤمن بالدون، لا يرضى أن يكون في هذه الصهور، لا يرضى أن يكون في المؤخرة، إنما يكون في المقدمة. أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر. لماذا أردت هذا التنافس؟ لماذا أنت بهذا التنافس يا عمي يا جدي أيها الشيخ الغني الكبير؟ لماذا تتنافس؟ من أجل أن أكون مع أول زمرة يدخلون الجنة. لماذا
الصيام، أصابك الضعف من الصيام، أصابك الضعف من قراءة القرآن، أصابك الضعف من قلة الطعام، ينهجني أن أرى ربي يوم القيامة. لماذا أنت في هذا السياق تسارع وتجتهد في الخفاء مستتر، لا تحب الظهور، لا تحب أن يراك أحد؟ لماذا أنت هكذا أخي الكريم؟ أحب أن أذكر عند الله لا بين الخلائق، أحب أن يخفى عملي بين الخلائق ويكتب في ديوان الأبرار إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. لماذا هكذا أيها العبد؟ حتى يعرض كتابي على الملائكة المقربون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، تشهده الملائكة فترون فيه في جلدك أيها العبد، في كتابك صيام، قيام، قراءة القرآن، ذكر، استغفار، إنابة، توبة، رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أيها العبد، إن لك سابق من قبل ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قام النبي فيهم فدعاهم إلى الصدقة، فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر عندما وافق المال عنده، قال: اليوم أسبق أبا بكر فوافق المال عنده، فأخذ نصف المال وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصف ماله يسارع لكي يسبق إلى الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تركت لأهلك يا عمر؟ قال لهم نصفه. ثم نادى على أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ما الذي تركت لأهلك؟ قال: تركت لكم الله ورسوله. قال: أسلك فعلا يا أبا بكر، تسلك الخيرات وعنكم يا أهل الكريم، فإنك رغم أنت ستكون شئت فبيت ستكون لعلك التنافس فيها والتسارع فإنها مهلكة، كما أهلكت من قبل أقواما عملوا لها وبذلوا لها وسعوا من أجلها، أثنوا أعمارهم وحياتهم، ثم ها هم صاروا ترابا تركوها خلفهم. ما الذي أخذوه معهم؟ لا شيء. هذا التنافس هو الذي جعل عمر رضي الله عنه يبنى له قصر في الجنة. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة قصرا لعمر، فلما لقي عمر قال له: يا عمر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عمر رأيت لك قصرا في الجنة فأردت أن أدخل فتذكرت غيرتك فما دخلت. قال: وعليك أغار رسول الله، ما الذي جعل لعمر قصر في الجنة وهو يمشي على الأرض؟ نعم الجسد أم هو المسابقة والمزارعة والتنافس؟ هذا التنافس هو الذي جعل أبو بكر يدعى من أبواب الجنة الثمانية. هذا التنافس هو الذي جعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وغيره من الصحابة يمشون على الأرض بين الناس وهم من أهل الجنة. قال أنس لأحد الصحابة: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: نعم. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أفرح وإني أتكشف، فادعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم لها: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت
الأولاد بينهم. هذا التنافس هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: سيدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. هذا التنافس هو الذي جعل عمير بن الحمام لما دعاه النبي يوم بدر للقتال لمعركة دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للغزو في سبيل الله، دعاهم ولي الامر للخروج للغزو في سبيل الله، فرأى عمير بن الحمام قال النبي صلى الله عليه وسلم له: قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. فقام عمير بن الحمام وكان في يده بضع ثمرات، قال: جنة عرضها السماوات والارض يا رسول الله، ارجو ان اكون من اهلها. قال له: انت من اهلها. ثم اما ياكل الثمرات فقال: انها لحياه طويله، لينبغي حتى ناكل هذه الثمرات. فدفع بها ثم دعا الى الغزو فقاتل فقتل. انت من اهلها. هذا التنافس، التي جعلت عمرو بن الجموح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أبنائي يمنعوني الجنة. فقال له: من أبنائك يمنعونك الجنة؟ قال: يا رسول الله، أريد أن أخرج معك في سبيل الله فأقاتل فأقتل فأقعد عرضك هذه في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أنت قد عز الله فيك. فيقول: يا رسول الله، أريد الجنة، أريد أن أضرب عرضي في الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أردت لك. لماذا هذا التنافس؟ لماذا هذا التسارع؟ لماذا يقدمون أنفسهم وأرواحهم لله؟ لماذا؟ من أجل جنة عرضها السماوات والأرض. يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل البيت معه يوم أحد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل عمرو بن الجبور: إني لأرى عمرو بن الجبور يمشي في الجنة ليس برجله عرج. هذا التنافس هو الذي جعل أنس بن النضر يقول: يا إني لا أجد ريح الجنة من دون جبل أحد. يشم رائحة الجنة؟ نعم يشم رائحة الجنة. شم رائحة الجنة؟ إني لا أشم رائحة الجنة. إني لا أجد ريح الجنة من دون جبل أحد. هذا التنافس هو الذي جعل جعفر يطير في الجنة بجناحيه. هذا التنافس هو الذي جعل أهل بدر غفر لهم: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا التنافس هو الذي جعل سعد بن معاذ الطويل الكبير الذي تقول عائشة رضي الله عنها: مر سعد فشعرت الأرض تهتز من تحتي من طول سعد بن معاذ وعرضه. يوم الأحزاب يتنافس، يلبس الناس جوعا تغطي أكتافها، وهو طويل بديل عريض لا يلو إلا درعا مقلصة صغيرة بدا منها كتفين. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها لأمه: لو أن سعدا لبس درعا ساجرة تغطي كتفيه. فذهبت أمه إليه فقال: لا بأس بالموت إذا جاء الأجل، إذا جاء الأجل لا ينفع دينه ولا غيره، لا بأس بالموت، إيه المشكلة يعني؟ لا يخاف، لا يخاف الموت، عنده رصيد، عنده أعمال، عنده تنافس، عنده تسارع، عنده تسابق. وقل: لا بأس بالموت إذا جاء الأجل.
جرف يديه سهم فيقع في الاكحل فيخرج الدم. فيذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اصابني هذا الجرف. فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده او يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجرح فينتفخ الذراع بالدم. فيرفع النبي يده فيخرج الدم. فيضع النبي فينتفخ الذراع بالدم. يفعل ذلك ثلاثا فيقول سعد بن معاذ فيقول اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. فانهم خلصوا العهد وخرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقتلوه اهل النبي وخالفوا العهد. فيقول سعد اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. فيحرم النبي صلى الله عليه وسلم الخفين في المسجد فيمرر في المسجد فتنتهي تهدئ المعركه. ياتي جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد هل وضعت لباس الحرب؟ فيقول نعم. فيقول فان الملائكه لم تضع لباس الحرب بعد. قم الى بني قريظه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابه قام الى بني قريظه. فوقف النبي عندهم واخذ يستشير الصحابه ما الذي يفعل معهم. فقال لبني قريظه بعد ان قالوا انت رسول الله انت صاحب العدو انت صاحب الكرم انت وانت وانت. فقال اتنزلون على حكم سيدكم سعد؟ قالوا ننزل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ ياتي من المسجد في خيمته على حمار. فلما جاء الى بني قريظه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم قوموا الى سيدكم سعد بما تحكم فيهم يا سعد؟ قال احكم فيهم بان تقتل مقاتليهم وان تسقى ذراريهم وان تؤخذ اموالهم فتقسم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد. انتبه لم يأت الشاهد بعد الشاهد سيأتي. قال سعد بعد ان اقر الله رب العالمين عينه في بني قريظه قال اللهم اهجرها واجعل موتتي فيها. قال فانفجرت فسالت فبات في خيمته. فبات جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله من الذي من الرجل الصالح الذي مات من اهلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال الرجل الصالح. قال هو سعد. فلقوا الى سعد فوجدوا انه قد اخذوه الى بيته الى امه وامه وامه تبكيه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يهرول هو ابو بكر وعمر. وتقول عائشه رضي الله تعالى عنها والله اني لاسمع بكاء ابي ابي بكر واعلم بكاءه من بكاء زوجي وعمر على فراق سعد. والنبي يقول لهم هلموا حتى نشهد تقسيم سعد بن معاذ. فذهبوا الى بيته فوجدوا امه تبكيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل باكيه تكذب الا ام سعد لا تكذب. ثم لما غسلوه ودفنوه حملوه على اكتافهم. فقال النبي فقال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لسعد حتى وزنه طويل بليغ إذا مشى على الأرض تهتز ما لسعد خف وزنه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء من السماء 70,000 ملك من الملائكة يشيعون جنازة سعد لم ينزلوا إلى الأرض من قبل. 70,000 ملك من الملائكة. وقف النبي على قبره وهو يلاحظه ويقول ان للقبر لضمه لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ. ضم القبر عليه ضمه لم تختلف فيها اضلاعه اي لم يعذب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اهتز عرش الرحمن
30 سنة؟ مات عندي 30 سنة. كم سنة يا شباب؟ كم سنة يا عمي؟ كم سنة يا إخواني؟ 6 سنين. 6 سنين. لابد ان يكون هذا الامر ملازما لك في حال تنافسك وتسارعك.
من اعظمها هو الدعاء. من اعظم الامور التي تحتاجها وانت في هذا التنافس والتسابق هو الدعاء. ندعو الله رب العالمين بالقبول الاعمال. ربما العبد يصوم ويصلي ويقوم ويقرا ويتصدق ويفعل صنوف كثيره من صنوف الاعمال، لكن ياتي يوم القيامه ويخرج من الدنيا انه يوم انه كان رجل في الصف قبل فتره الايمان، وكان مسابق الى الخراط، وكان مسابق الملابس اليه. نعم، وفي الحقيقه بين الناس منافس ومسابق لكن الأمر غير مقبول، لن تقبل، لن يقبل العمل، لأنه دخل عليه شوارع، دخل عليه أمور، هذه الأمور يسموها محبطات الأعمال، أدخل عليه أمور تحبط هذا العمل، لا يقبل العمل، لذلك نقول أنت لا تحتاج إلى الدعاء بعد كل عبادة وفي أثناء العبادة. واجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا. تحتاج بعد كل عباده تفعله وتقول يا رب وتتحرى وتقاس استجابه الدعاء، وفي حال معاي يا رب العالمين من فتره شخصني لما تقبل يا رب الحمد لله صلينا النهارده بندي 10 دقائق لا شعرنا في نفسي بينك وبين ربك، فليس دافع لا يرى ولا يسمع احد، فانت تقول يا رب تقبل مني عملي، لا تردني صفرا خبيرا يا رب. يا رب خسرت وخبت، ان تحيت من رمضان او من يوم هذا او من ليله هذا ولم تقبل مني يا رب بينك وبين ربك لا يرى احد من الخلق ولا يسمع احد. الدعاء تدعو الله رب العالمين وتقبل من الدعاء ومن التبرع ومن التذلل وتدين الطرق على الابواب، تدين الطرق بعد كل صلاه بعد كل عباده. لسان هذا وانت ماشي خارج من المسجد يا رب يا احلى العيون يا من تكبر في معاملاته وكتابه وفي عمله يا رب. لسان حالك ما فوق قدمي الا ذلا وفقرا لك، لسان حالك ما تصرف الا لك، لسان حالك ما توفق الا لك، ينجي لساني من النيران، لسان حالك يا رب ما وضعت جبهتي وقفت السجود بين يديك الا لكي لا تعد الدرجه سجده كبريائك، لسان حالك يا رب لا تعد ابتسامه حسام ذكرك، لسان حالك يا رب لا تعد قلبا احبك، لسان حالك وانت تبكي وتتضرع وتشعر بفقرك وذلك وعجزك وتديم الضعف على المآب حتى يرجع لك كل عباد. ثم احذر من المحبطات التي تحبط الاعمال من اعظمها ان تشرك مع الله. اعلم في عبادتك، احذر ان تصرف امام لغير الله، او ان تسال غير الله، او ان يكون لك هوى في نفسك. احذر الرياء الذي يدخل على النفس وصوره متعدده ترى مناسب نصلح، وهذه كثير الان
يصور نفسه وهو يصلي، الاعتبر يصور نفسه ويعتبر، الفعل صدق يصور نفسه واحد هو يأخذ يقول صورني ثم يصرف معه الصدقات، ثم معه الاعلانات التجارية والدعايه التجارية على الصدقات. لماذا؟ ابن المبارك كان يتصدق على الناس وينفق عليهم ويبذل عليهم ويحرر رقابهم ويفك اسواهم باموال، ثم ياتون اليه ويجالسونه ويقول لهم ما رايتكم من زمان بعيد، فيقولون كنا في العسر فمن الله علينا بوجل فاعتق رقابنا ولا ندري من هو. وهو ابن المبارك جالس بينهم فك اسرهم واعان حائلهم واغنى فقيرهم واطعم جائعهم وهم جلساؤه في بيته في مجلسه يذكرون له ذلك ويقولون من الله علينا بوجل انفق علينا واعطى رقابنا وسد ديوننا واطعم جائعنا وكفى عارينا ولا ندري من هو. لماذا في الآونة الأخيرة في الأيام الأخيرة في هذه السنوات الأخيرة في هذه الأيام الماضية رأينا هذه الأصنام تتذوق يا إخواني؟ نسأل الله الستر، نسأل الله الستر، اللهم استرنا ولا تحت ستر ما ترضى به عنا، إن الله يحب من عبده الخفاء. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هل تعرفون من هو هذا الرجل؟ يكتم إيمانه، قال أهل العلم لأنه أحب أن يكون معروفا عند الله ويعرف عند الخلائق. يكفيك ما أسعدك أن تعرف عند ربك ولا تعرف عند الخلائق. يا هلاك يا سعادتك يا فرحتك أن تذكر عند ربك ولا تذكر عند الخلائق. ذكر الخلائق لك لا يقدم ولا يؤخر. فاحرص ايها حافظ على نفسك في هذا السباق في هذا المنبر الا يقطم عليك الطريق اي وقت من مفروضات الاعمال فيضيع عليك. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يتقبل منا اعمالنا، اللهم تقبل منا اعمالنا واعنا يا رب على من يرضيك، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل يا رب تبرؤنا من بعده تبرؤا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، رب ات نفوسنا تقواها، زكها يا رب انت خير من زكاها، انت ولينا ومولاها، اللهم تقبل منا اعمالنا واجعلنا كلها صالحة ويوجد خالصة، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها واجعلنا لك خالصة يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم أحسن كتابنا وتولى أمرنا واجعلنا لك زكاهين لك شكاهين
واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر لذكر الله اكبر.